لا ما كانش ديما العين دياب، مره مره سيمانه اسبوع في عين دياب، ومره كنمشيو لبحر اخرى اما المحمديه ولا زناته. المهم كيكون كل مره على حساب الجيب. هما اللي صدعوك ولا؟ لا هما اللي كيصدعوني، ولكن انا داير لهم كندير لهم بروغرام، يعني السبت الويكاند ضروري خاصكم يخرجوا مع سالة الدراسة، خاصك ضروري الويكاند تديهم تخرجهم ضروري. ديال الويكاند ديال جات مع العيد، مع العيد الفطر وهذا الويكاند زوينة. جينا الصباح هنا ومشينا، هذا هو أول نهار مع ستريس ديال رمضان ومع الخدمة، داك الشيء تا زوين إن شاء الله الحمد لله. عين دياب حتى فيه اصطياف رواج وهذا، تيكون الناس كلهم موجودين تمايا، تتكون واحد الأمبيونس ديال الجو تيكون مزيان فهمتي، و تيكون الدراري تيبغيو يغيروا جو، تيبغيو يمشيو للبحر، تيبغيو يمشيو يشوفوا الماء، يبغيو يشوفوا هذا. انا قلت لهم نخرجكم، هما اللي اختاروا يجوا للبحر. جينا نصبح حار، علاش؟ نحن خرجنا من رمضان، ورمضان شويه فيها والحمد لله تعب شويه ومشق، تعب شويه ليس بمشق لكن شويه تعب، تكون شويه تبغي تتوحش بالخروج. دابا في اول ويكاند خرجنا نتنزه في البحر، والبارح كان العيد، اليوم خرجنا لاننا توحشنا الخروج والله. وهكذا وهذا ما يعجبنا هنا في 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 البحر، عجبنا كيفية هذا. بالنسبة للمغارب كلهم يخرجون يتبحرون، فيها شيء عجيب يسرنا نحن الأفارقة، لذلك خرجنا ونكون معهم. دابا نحن المغرب نحن أصبحنا إخوة للمغارب، والمغارب أصبحوا هم إذن أخوة بيناتنا وخاصة كالمسلمين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.